يعني هنا باش تطلع المؤونه ديالك وباش تطلع الاغذيه وتطلع بزاف ديال المسائل فراه كتلقى واحد الصعوبه. السلام عليكم. والله كتلقى للواد على الجبل حتى شي واحد اللي غنخلي عنده الموتور. وكما كتشوفوا فراه كاين هنا كنشير بطاطا فريت الواد والبيض ساكنين هنايا كنلقاو صعوبات في ديال الحوايج. هبطوا حدا الطريق. اخوان الحمد لله بعد ما جيت ودواشت وارتحيت وقضيت الامور ديالي كامله صراحه داك الدري الياس فاش كنا راجعين انا وياه قال لي بغيت شي قال لي بغيت موصي شي وحدين على شي نظاظر غيجيبهم ليا. وانا عندي نظاظر يعني عندي هنا جوج ديال النظاظر انا غادي نوريهم لكم. عندي هنا جوج ديال النظاظر باقيين جداد ديجا جايب معايا شي ثلاثه الباكيات ديال التقاشر هادو ديجا الصراحه جبتهم قلت تلاقيت مع شي حد في الطريق ولا هادي نعطيه كل واحد نعطيه. فراه درت معاه في القهوة في العشية خديت من عندو النمرة ديالو وأنا غادي نطلع على ديك القهوة اللي في الجبل في العشية اللي طلعت ليها هاديك النهار وغادي نعطيه غنقول ليه اختار إما هادو إما هادو وغادي نعطيه هاد الباكية ديال التقاشر. ولكن دابا قبل غادي نمشيو لتفردوست غنكتاشفو إن شاء الله هادو غنديهم معايا باش من تما غادي ندوز القهوة ونعيط ليه ان شاء الله. يلا دابا الوجهه ديالنا تفردوس القريه كما كتشوفوها هي هادي جات في الجبل الفوق الصراحه منطقه اللي زوينه بزاف عرفتوا الطريق كامله ضربتها بين الجبال وجيت من هنا ودزت من هاد القنطره الموطور راه هو كما كتشوفوا شوفوا هاد القنطره عاليه هنا دايرينها يعني ما تيبين ان الواد راه كيدوز من هنايا وكاين قنطرة تاريخية هادي قنطرة قديمة. إخوان غادي ندير واحد المغامرة اللي خطيرة بزاف مغامرة اللي ما عمرني ما درتها في حياتي وهي أنه هنا ما كاين حتى شي واحد اللي غنخلي عنده الموطور. وكما كتشوفوا فراه كاين هنا الدروج يعني ما يمكنش ليا نطلع الموطور مع الدروج الطريق كاملة طالعة دروج 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 والقرية راه كاينة في هذيك الدورة. بان لي واحد الراعي ديال الغنم لهيه يمكن دابا ملي غادي نمشي غنقدر نسولو ما عرفتش سولت واحد السيد لهيه في الطريق قلت لي بغيت نخلي الموطور هنايا ونطلع قال لي خليه في الامان قال لي ما كاينش اللي قرب ليه صراحه غادي نخليه غير هنايا ما عرفتش انا واش كيسكن شي حد. منطقة خالية من البشر والو ما كاين حتى شي واحد هنا بغيت نسمع الحس ديال شي بشر والو. الاخوان غادي ندير هاد المغامرة الليلية ليها السكان ديال هاد القرى هادو راه كيكونوا الله يعمرها دار ما يقربوش لك الحاجة ديالك قال لك اعقلها فتوكل. غادي نديرو هاديك الكابل عندنا الكابل اللي غنديروه في يد الله وصافي درت لي هذا الكابل الاخوان غادي نتوكل على الله. وهنا غادي نختبروا واش المغرب بلاد الامان ولا لا و 90% المغرب فراه بلاد الامان. الكاسك واقيلا غادي نديه معايا حيت مستحيل ان شي واحد يقدر يهز الموتور ثقيل بزاف. المهم صراحة كلشي في يد الله وصافي دايرينها في يد الله ماشي مشكل كيبان لي ما كاينش اللي قررها. المهم انا غادي وكنضرب عليه الدنيا خاوية هنايا الناس ديال الامازيغ الصراحة ما يديوش لك حاجة هذا هو الحق. حنا كنعرفوا الناس امازيغ وعندنا اصدقاء ديالنا امازيغ فراه ما يديش لك ديالك. القرية هي هادي راه حنا طالعين ان شاء الله باش نكتاشفوها
كاينه واحد الراعي الغنم لهيه على ما بان لي راه كيصلي في العصر. هانتوما كيما كتشوفوا خليت الموتور لهيه ما كاينش لي قيسو. ها نعم الله يحفظك الله يعطيكم الصحة الله يرحم الوالدين. كما كتسمعوا الإخوان فراه هنا فوق الجبل ودوك الناس تحت الجبل كيسمعوا الصوت. دابا هاد القرية ديال تافردوست كانت هي الأولى. هادوك السكان اللي كتشوفوا لهيه في هاد القرية فراهم كانوا ساكنين هنايا، من بعد تحولوا وسكنوا لهيه. علاش انا بغيت نسول هاد الناس باش نطلع كانت سارة وانا مطمئن. هاد المساكن ديالها قدام فراه ما بقى ساكن حتى واحد هنا، رغم ان بعض الديور باقي مسدودين. هادي كانت بحال شي زريبة. مهم حنا غادي نكتشفوها ان شاء الله مجموعين. شوف شو واحد الرحى كان، واو تنكونوا هابطين ونشوفوا. غادي نتعمقوا في هاد القرية ونشوفوا الخبايا ديالها. قرية اللي منحوتة اي وسط الصغر، كاين دجاج هنا اذا كاين شي سكان. السلام عليكم. دار خاوية هذا المسجد، هذا مسدود. انتما كما كتشوفوا المباني ديالها هنا كاع ريبين. دوك الناس اللي تحولوا لهيك فراه كلهم كانوا كيسكنوا هنا. هانتوما كما كتشوفوا شو هاد الشجرة باقا كتعطي الغلة ديالها. هذا واحد الكوري هذا كيبان باقي كيستعملو شي واحد. غادي نكتشفو غير من برا الإخوان، مبغيتش نبقى ندخل ليكونو شي سكان هنا. ريب يعني واحد القرية اللي خالية من البشر، قليلة تلقى شي عائلة ولا جوج اللي ساكنين هنا. أغلبية ديال المباني ديالها فراهم ريبين. السكان ديال هاد المناطق فراه كيتميزوا بالطيبوبة ديالهم وبالأمن والأمان. شوف شوف دار قديمة هذه.
تلقاو معايا تنشوفوا حرير ديال الموتور كلشي في يد الله. شوفوا شوفوا صراحه البيبان اغلبيه كتلقاهم سادين وبالقفولة، زائد انك ما تقدرش تجيب بحال هكا وتدخل. وهذا هذا كان كوري، هذا كان كوري، هذا ديال البقار ولا قرية خالية. باش نتلاقى مع شي واحد يعاود لينا القصة ديالها. ممكن تشوفو متقدرش تحل شي باب، راه ممكن تلقى شي حد ساكن، وهداك الأمر كيكون صعيب شوية. مازال ملي كتلقى شي باب محلول السلام عليكم. السلام عليكم. الراجم ديالي كيفاش كيطلع، كيطلع للواد وعلى الجبال. شوفوا عاوتاني هنا هداك الشي مسدود. القرية راه كبيرة، راه حنا غادي نكتشفو غير واحد الجزء منها. شوف هاد الطريق دابا تخرجت غير في الحافة. شوف 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 على منظر، شوف 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 فين كتشوف. دابا درنا ليها من الجهة الأخرى. غامر وندوز من هنايا ليليا ليها. اخوان ما تنساوش تشتركوا في القناة، فرا الا شفتي المحتوى وعجبك ما فيها باس تشترك في القناة ودير لايك للفيديو، هكاك باش كدعمنا. يعني الإخوان كملاحظة أولية، فرا أغلب السكان اللي هنايا فراهم هاجروا للجهة الأخرى. صراحة ما عرفتش أنا السبب، داكشي علاش كنت بغيت نتلاقى مع شي واحد باش نعرفوا السبب علاش الناس هاجروا هاد القرية هادي، مع أن البناية ديالها عندهم واحد الشكل اللي زوين، واحد الشكل معماري صراحة. وانك كتجول في هاد القرية كتحس بواحد
براسك رجعتي فيه سنين اللور، يعني كتحس براسك في هذوك الخمسينات الستينات بحال داك الشيء ديال الحديد دان وداك البني. وإلا كنت تمنيت نلقى شي حد، ولكن كاين واحد الدار قدام شي دجاجات، ولكن كنقول السلام ما كاينش كيجاوب. اغلبيه كتلقاه الا كان كاع شي حد ساكن فراه دابا كيكون خارج كيسراح ولا شنو شي يدير، يعني كتلقى غير المراه في الدار. والنساء الامازيغيات فراه كيتميزوا بالحشمه، يعني ما تقدرش تجاوبك. كما كتشوفوا القريه هي هذه، واحد القريه اللي اسطوريه، قرية تاريخية. الطريق ما عرفتهاش واش تتخرجني ولا لا. كاينين اللي صور كاميرات الدرون من العلو من السماء، يعني الناس لايحين شي صور، فراه نقدر نهز شي صورة من عندهم وغادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله باش تعرفوا عليها من الفوق. حيت دابا الى تصورات من الفوق غادي تبان الشكل ديالها. ها نتوما المناظر اللي حايطين بها. صراحه الدنيا زوينه هنا، شفت واحد اللي هو كتشم فيه وايليك. شوف 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 هاد القرية اللي تبنات وسط هاد الصخور. شوف شوف قرية هي وسط الصخور والجيبة. ها واحد الراجل هنايا كيفلحوا هنا، باقي تيديروا هذيك الفلاحه ديال التدريج. الجبل كيقادوه بحال هكا، كيسطحوه كيفلحوه، كيديروه بحال هكا بطبقه بحال هكا بحال هكا، طبقه ورا طبقه. كيتسمى ما والله ما عرفت السميه ديالها بالضبط، ولكن بحال هكا اما الفلاحه في التدريج اما والله ما عقلت عليها. سامعه عارفه ولكن ما عقلتش عليها. اللي عارفه الاخوان يكتب لينا في شي كومونتير باش نستافدو كاملين ان شاء الله. القنطره راه الموطور راه كيبان ليا الحمد لله باقي ندرك بهذيك الشجره. قريه اسطوريه بزاف، كل ما تحمل الكلمه من معنى. نزيدو نسرحو ليه نشوفو شنو ممكن نلقاو عاوتاني. هنا الصراحة وسط هاد القرية راه غادي يكونوا شي خبايا لداخل، ضروري غادي يكونوا، ولكن ميمكنش لي أنا نعرفهم. كون لقيت شي ولد المنطقة هنا بحال الشكل اللي فاش لقيت إلياس، يعني وراني بزاف ديال المسائل. ولكن هنايا الصراحة ما حتى الناس ما دايرينش هنا بزاف، حيت كاع الناس تحولوا لهيه. هاد القرية صامدة هكا. شوف هذا المنظر خرافي الاخوان صراحه. شفتو حتى واحد الهواء تيضرب نقاي، واحد الكليمه نقيه، رغم انني اليوم في الصباح عرفتو راه في نفس النهار. يمكن هاد جوج فيديوهات ما يتلاحوش نفس النهار، ولكن انا راه في نفس النهار مشيت كتفاس كوره مدز فاش مشيت لكم المنابع كاملين ديالها ورجعت، وفي العشيه جيت هنا يعني نهار واحد. وكنبغي نزقل حتى دقيقه حيت عندي واحد الرحله خصني نستغلها ان شاء الله. اخوان اللي وصلت لهاد اللقطه وما دارش ابوني وما دارش جيم القناه، فراه الصراحه ما عندي حتى شي تعليق نقولوا لي. الصراحه يعني مجهود جبار كنديروا في هذه الرحله، زعما مجهود جبار تيقوا بيا.
عرفتي هذاك الباكطاج فاش كنبغي نجمعو والله العظيم الى العذاب الاليم ونهزو فوق الموطور وبعض المرات كيطيح ليا هوك ونوقف وكذا عرفتي المعاناه. ولكن الحمد لله هادشي تنديروه وحنا كنستمتعوا به ماشي تنديروه وكانه مفروض عليك. هادشي كنستمتع به يعني ومني كتجي ثاني كتشوف بحال هاد المناظر راك كتستمتع كتنسى كاع هذيك الشي تمارين اللي دازت عليك كتنساها. الحمد لله ولله الحمد. من بعد ان شاء الله غادي نمشي للقهيوه باش نتلاقى مع الياس حيت وعدتو غادي نجيب ليه نظاظر وديت ليه واحد ثلاثه تقاشر عندي جداد كنت شاري منهم شي ثلاثه الباكيات ديجا كنت باغي نفرقهم على الناس هنا في الجبال يعني لقى شي راجل مسكين غادي بوحدو ولا كذا ومن الزهر الوقت اللي ما كنكونش هازهم معايا كنتلاقى مع شي مسكين خاصو المساعده والوقت اللي ما كنكونش كنكون هازهم معايا ما كنتلاقى مع حتى واحد ماشي مشكل. غنعطيو بعدا ثلاثه الالياس وغنعطي نظاظر وغنصاوب ليه الواتساب وغندير ليه تعبئه ان شاء الله باش نبقى نتواصل معاه ولا شي حد بغى يمشي تمايا يعني نكون انا على تواصل معاه باش كونفيرمي معاهم وباش تيسر لي ان شاء الله الامور. كما شفتوا راه التلميذ باقي كيقرا خصو باش يعاون الوقت ويشري الكتوبه ما فيها باس. الا جيتي للمنطقه وخديتيه كمرشد سياحي وعاونتيه بواحد المبلغ مالي فرا كتكون حاجه زوينه. منها هو كيوريك المناطق الطبيعيه ومنها حتى هي تستافد. السلام عليكم. دير عمي بخير بس عليك ما بقاو السكان كيسكنوا هنا في هذا؟ لا لا قليل شي واحد ولا جوج اللي كيسكنوا. كيف واش القصه ديال هذا البنايه؟ ايه اش غادي نقول لك شي قديم قديم هادشي قيتو بحال هكايا انتو معايا. قديم بزاف بزاف ياك دابا هذوك الناس هما اللي تحولوا واقيلا هنا اللي كانوا ساكنين هنايا كنلقاو صعوبات في بزاف ديال الحوايج هبطوا حدا الطريق. الله يرحم الوالدين الله يعاونكم الله يبارك فيك. كما سمعتوا الاخوان فراه تلاقيت مع هذا الراجل طالع وواحد الزوجه ديالو يمكن وسولتهم وكاين تيظهر باللي هو ماشي من المنطقه هو امازيغي ولكن يمكن ما ساكنش هنايا فراه قال لي هادشي راه قديم بزاف والناس اللي تحولوا من الهي وجاو هنايا فراه كانوا كيلقاو صعوبات وداك الشيء باش راهم تحولوا يعني جاوا حدا الطريق يعني هنا باش تطلع المؤونه ديالك وباش تطلع الاغذيه وتطلع بزاف ديال المسائل فراه كتلقى واحد الصعوبه. الحمد لله كانت واحد التجربه زوينه اكتشفنا فيها واحد القريه اللي تاريخيه حسب ما قريت فراه كيزيد العمر ديالها على 70 سنة. هاد المغرب ديالنا راه زوين الاخوان هادشي باش كيتميز المغرب يعني بغيتي الحضارة كاينة بغيتي التاريخ كاين كلشي الحمد لله متوفر. الموطور ديالنا باقي في امان الله الحمد لله. هنا كنتأكدوا بلي المغرب فراه بلاد الامن والامان ولله الحمد. صراحة واحد المنظر بانورامي بزاف منظر منظر واعر 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 واعر. شوف 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 القرية في الأعلى ديال الجبال جبال صخرية شاهقة. الحمد لله كنشكر الله اللي وفقنا أنني يكون عندنا هاد الموطور باش نكتاشفو هاد المناظر الخلابة هاد القنطرية اللي جيت معاها. شوف 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 على الطبيعة الكاسك تقلنا به كون خلينا هنا والله الا تقلت به قلت وقول لي الكامبو اللي غيدي لك اللي غيدي الموطور غيدي لك اللي غيدي الكاسك راه غيدي حتى الموطور زعما يمشي الموطور ويبقى الكاسك اش غنديروا به. بعض المرات كديروا شي امور غبيه راني كنبان في الخياله صراحه. منطقة كتستحق الزيارة. شوف 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 فراد المنطقة بالناس اللي بغاو يجيو ليها فراد لا تميتي جاي من بولمان
غادي السكوره فراه هذه الطريق ديالها. ها هي الطريق، هي هذه كتشوفوا فيها، هذه هي الطريق، راه الطريق كدوز عليها. يعني الصراحه والله ما سخيتش في هذه البلاصه، نحس بواحد الراحه نفسيه سيرتو مع المديز. واه شوف شوف، اسمع الصوت ديال الجيران. صراحة الإخوان واحد البلاصة اللي ممتعة بزاف، بلاصة أسطورية الليلة. كما كنمتعكم الإخوان، ما تنساوش أبوني القناة ولايك الفيديو، ضروري ومؤكد في هذا الفيديو، هذا ضروري ضروري، حيت شي واحد الاكتشاف اللي زوين بزاف، اكتشاف تاريخي بزاف، حضارة قديمة، تاريخ ديال الامازيغ بالخصوص في هذه المنطقه. كاينين الامازيغ وهذا النوع ديال الامازيغ اللي كاينين هنا، راه كنقدم لهم واحد التحيه كبيره، حيت الصراحه لقيت منهم واحد المعامله طيبه بزاف، واحد الكرم، واحد الامان قليل فيك كتلقاه في مناطق اخرين، هذه بكل مصداقيه الاخوان. اخوان بعد ما جيت من تفردوست صراحه في جوع، وجيت هنايا باش ناكل في سكوره، صراحه واحد الوجبه ماضيه. سميت المحل ديالك هو اللي مأكولات الحاج علي. ها انتم الاخوان، مأكولات الحاج علي، واحد الوجبه اللي واعره. اش كدير فيها دابا هذه؟ كفته وكاشير. كفته وكاشير، بطاطا فريت البيض. والبيض شويه البصله. شويه البصله صحيح. صراحه واحد الوجبه اللي ناضيه، وواحد الثمن اللي مناسب بزاف. ها انتم الاخوان، مأكولات الحاج علي، ثمن مناسب. دابا هذه الوجبه شحال دابا هذه؟ 20 درهم. 20 درهم بالخبز ديالها، خبزه تبارك الله قداش، تبصيل قداش، خبز ديال الدار وتبصيل تبارك الله، والله الا 20 درهم صراحه. وجبه والله الا بنينه، زعما كل ما كانش بنينه ما نبارطاجيهاش معكم. شنو الاسم ديالك؟ علي الطاهر. علي الطاهر، السي علي الطاهر، هو مولا في المحل، جيو عنده والله الا داك الشيء الا بنين. الله يعطيك الصحه. الله يحفظك.